انا مستحيل 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 اتكلم على النادي الاهلي او على مجلس اداره النادي الاهلي او على حد شغال او موجود في قناه النادي الاهلي بشكل مش كويس نعم نهائي. لو حصل ده هكلمه في التليفون، مظبوط، اتصل بيه شخصيا واقول له 1 2 3 4 وانا زعلان منك في كذا. بس هي زي ما حضرتك تفضلت وقلت، هو الكلام كان موجه لشخص وخلاص، والموضوع بالنسبه لي انتهى وخلص. وانا كمان للمره الثانيه بقول لحضرتك انا بعتذر عن التصريح اللي قلته، علشان ما بحبش حد يزعل مني. انا الحقيقه عماد، يعني طبعا عماد زي ما قلت لحضراتكم اخويا صغير، فانا الحقيقه فوجئت باللي بيحصل اليومين ثلاثه اللي فاتوا، لكن انا الحقيقه مش قادر ارد، لانه في النهايه الكل يعلم مدى العلاقه الكبيره اللي ما بيني وما بين عماد، لان احنا كنا بنلعب في جيل واحد على الاقل يعني. فقلت لا، لازم عماد بنفسه هو اللي يطلع يرد، وهو اللي يطلع يقول هذا الكلام، لانه الحقيقه احنا عارفين الكلام، احنا عارفين والله العظيم ثلاثه قبل الحلقه عارفين واحد اتنين تلاتة ومتكلمين، ويعني واتكلمنا في كل حاجة وعارفين الدنيا ماشية ازاي والأمور كلها. فأنا استغربت جدا هذه الحملة الغير طبيعية الحقيقة على واحد من نجوم النادي الأهلي، اللي ما يصحش ان هو موجهة، طبعا ما يصحش ان هي تصل الى هذا الحد. وهو الراجل اقسم بالله وانا على الهوا اهو، انا قبل الهوا انا عارف هو كابتن عماد بيتكلم على مين تحديدا، لكن ما اقدرش اتكلم يا جماعه في هذا الكلام، لان الناس حتى انتقدتني انا تحديدا، لكن انا في النهايه ما عنديش مشكله. لكن عماد لا، عماد متعب، لا عماد متعب، كل جمهور النادي الاهلي بيحترم عماد متعب، كل جمهور النادي الاهلي بيحب عماد متعب، حتى لو هو كان متنرفز شويه واحنا اتكلمنا معاه. فالحقيقه هو زي ما حضراتكم شايفين، ما ينفعش حد يزايد على اهلاويه عماد متعب. وجهه نظري والله يا كابتن، مهما يقول ومهما يعمل ما ينفعش حد يزايد على اهلاويه جمال متعب. اتفضل يا عماد. بقاطعك معلش. لا لا اتفضل. انا والله لا والله هي نرفزتي، بس ان انا لما كنت اتفرجت على الفيديو اللي كان يعني فيه النقد، يعني هو 10 دقائق نقد، انا ما كنتش مصدق هو النقد ده ليه؟ لان ما فيش حاجه تستدعي النقد تماما. احنا كرابطه والله عاملين مجهود غير طبيعي لصالح الكره المصريه. احنا الحمد لله ولا حاجه شخصيه ولا في حاجه ماديه ولا اي حاجه من الحاجات دي، نهائي نهائي. احنا يعني لحد دلوقتي ما عندناش حساب اصلا في البنك كرابطه، لسه ما اتفتحلهاش حساب. النقطه كلها ان كاس الرابطه ده احنا بنعمله لمصلحه الانديه المصريه. الانديه بتدور على مباراه وديه في الوقت اللي فيه تجمعات كاس الامم، فاحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نخلق بطوله جديده هي بطوله كاس الرابطه، وفي نفس الوقت نعملها استثنائيه السنه دي بس مش اكتر يعني. فعلى العموم يعني انا بالنسبه لي احنا في سنه جديده، انا مش زعلان من حد، واتمنى لو اي حد زعلان مني ما يزعلش مني. لا ما حدش يزعل منك يا نجم، انت راجل محترم، وحتى لما بتبقى متنرفز، اصل احنا كلنا عارفين، فلو حتى متنرفز شويه بترجع زي ما انت شايف كده، بتطلع وبتقول يا جماعه انا بعتذر حتى لو كنت متنرفز شويه، لان في النهايه يظل دائما عماد متعب هو نجم كبير وله محبينه اللي بيتفرجوا عليه واللي بيشوفوه بيتكلم ازاي وبيلبس ازاي ودقنه طويله ولا قصيره وكل حاجه يا عماد، فستظل دائما انت الجان، يعني احنا هنعمل ايه؟ والله يا كابتن اسلام انا يعني الحمد لله على مدار مسيرتي في النادي الاهلي، وحتى وانا باخد قرار ان انا اعتزل كان كل حرصي ان مفيش واحد من جمهور النادي الاهلي يزعل مني او من مجلس اداره النادي الاهلي يزعل مني، وعلشان كده خدت قرار ان انا مش هقدر العب في حته غير النادي الاهلي. فاللي بيضايقني واللي بيزعلني واللي لاقيني وبكون متعصب منه جدا، اكتر حاجه بتعصبني ان حد يحاول يوقع بيني وبين جمهور النادي الاهلي. اي حاجه ثانيه بتعدي، لكن فكره الوقيعه بيني وبين جمهور النادي الاهلي او بيني وبين مجلس اداره النادي الاهلي دي اكتر حاجه بتضايقني وبتعصبني. واتمنى ان الاشخاص اللي بيعملوا كده يبطلوا، لان انا يعني بدات اعرف اساميهم، بدات اجيبهم بالاسم. فيعني مش هيبقى لذيذ ان انا اقعد اتكلم في ده. انا واحد عايز اعيش في حالي، عايز اتعامل طبيعي يعني خلاص انا بطلت كوره يا جماعه بعد اذنكم، بس بهدوء شويه خلوا الدنيا تمشي، لان الناس دي فعلا اللي بتحاول تعمل كده، سواء بالوقيعه بين جمهور النادي الاهلي او سواء بهدم قصه الرابطه، هي ما بتشتغلش لصالح الكره المصريه. انا متاكد ان عمرها ما هتحصل يكون هناك وقيعه، حتى لو حصلت اليوم ولا اثنين، لكن يظل دائما عماد متعب في قلوب كل الاهلاويه بدون استثناء. عماد يعني انا بقول لك الكلام ده وانا من محبين عماد متعب وبتفرج عليك، فيعني يعني انا سعيد جدا. شرف ليا يا كابتن اسلام والله ان انا لعبت، لا انا شرف ليا ان انا لعبت مع حضرتك والله العظيم، ويعني استفدنا كتير جدا من خبراتك وخبرات الجيل ده بالكامل، فانا اللي شرفت باللعب معاك والله يا كابتن. ربنا يخليك ليا يا عمده، وربنا يوفقك
وهنطلع ننتقدك، بس هكلمك في التليفون الاول اقول لك انا بنتقد في كذا 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 عشان افهم. اي وقت يا كابتن حبيبي، ربنا يخليك. انا بشكرك جدا النجم الكبير كابتن عماد متعب، نائب رئيس رابطه الانديه المحترفه.